جديدة واسمها. حلقتنا النهاردة بتدور حوالين شكل من أشكال التطور العلمي في مجال النساء والتوليد وهي جراحة المناظير. لكن السؤال النهاردة، هل جراحة المناظير بتصلح لسيدة وسيدة أخرى؟ لا. هل ليها سايد افكت؟ الحقيقة مجموعة من التساؤلات هنسألها لضيفنا النهاردة، الأستاذ الدكتور أسامة شوقي، أستاذ النساء والتوليد والعقم بطب القصر العيني وأستاذ زائر بجراحة المناظير بألمانيا. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور وصباح الخير. صباح النور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عايزين نتعرف بشكل علمي ولكن علمي مبسط، إيه هي جراحة المناظير؟ بصي بقى حضرتك، في حاجة اسمها تكامل التكنولوجي. تكامل التكنولوجي يعني ايه؟ يعني تقنية او تكنولوجي في مجال معين، في تخصص معين، في صناعة، باخدها ووظفها في مجال اخر. يعني ادي مثلا وكالات الفضاء والسفر بين الكواكب وسفن الفضاء ازاي ما بيتهوش، في حاجة اسمها GPS Global Positioning System بقى موجود في العربية دلوقتي. صحيح. يبقى خدنا التكنولوجي من صاروخ الفضاء حطيناه جوه العربية. يبقى زي اللي بيعرف يوصل من الارض للقمر يقدر يوصل من المقطم للمعادي. فيعني معفن. فايه اللي حصل بقى في جراحة المناظير؟ جراحة المناظير مش حاجة جديدة، هي موجودة من زمان، بس فجأة توظيف التكنولوجي خلاها بقت افضل واكثر دقة واكثر فعالية واكثر فائدة للمريض. كان زمان عشان نشتغل جراحة منظار كان بمعنى تلسكوب زي العصاية كده فيه عدسة بندخله جوه تجويف البطن ونبص منه. فكان الجراح عشان يعرف يشتغل عملية مثلا ساعتين ثلاثة يفضل قاعد ثلاث ساعات دول تاني ظهره بيبص من العدسة وندخل آلة من الناحية التانية عشان يقص أويها. كان حاجة مرهقة جدا. وطبعا كان الأداء بتاعها مش جيد وعدم رضاء من المريض أو من الطبيب. فاحنا استلفنا من كنتم المونيتور بالظبط. استلفنا الكاميرا الأول، فخدنا كاميرا فيديو. والكاميرا دي اتطورت من سنجل تشيب لتريبل تشيب لحاجه اسمها هاي ديفينيشن، ودلوقتي في حاجه عندنا اسمها هاي ديفينيشن 3D. تخيلي بقى انا بتفرج على تجويف الجسم مجسم من كل الابعاد والاضاءه. طب ازاي ننور جوه البطن؟ الاول كان نحط لمبه عاديه، طبعا اللمبه كانت بتسخن، ولو اللمبه دي لمست السخنه لمست الاعضاء الداخليه تاذيها. طورنا حاجه اسمها الكود لايت، يعني الضوء ما بيسخنش. فبالتالي انا عايز اقول للناس يعني ازاي قدرنا بقينا كده النهارده. ودي رساله لكل حد بيسمعني، كل واحد بيشتغل مهنه معينه ما تبقاش زي الحصان اللي عنده حاجبين يمين وشمال ما بصش قدامه بس. استلف تكنولوجي من حاجه ثانيه وظفها عندك. فبقى عندنا دلوقتي التلسكوب المنظار ده موصل بكاميرا هاي ديفينيشن وفي اضاءه بتنور تجويف البطن. فاصبح دكتور الجهاز الهضمي يقدر يخش جوه المعده، دكتور المسالك يخش جوه الكلى والمثانه، دكتور النساء يقدر يخش جوه تجويف البطن وجوه تجويف الرحم. فاصبح عنده القدره على ان نسبه الخطا في التشخيص صفر. مفيش حاجه اسمها كان زمان يقولوا احنا متهيألنا يا ترى ده كيس على المبيض ولا ورم ريشي. مفيش حاجه اسمها خلاص انت شايف قدامك التجويف واضح ومجسم مفيش نسبه للخطا. بعد كده تطورنا مش بس نبص نتفرج ونشوف ونشخص، لا انا اقدر ادخل مقصات والات وكي وليزر، واللي كان بيتعمل بتاع فتح البطن بقى بيتعمل من فتحه نص سنتي، نص سنتي فقط. وبرضو عايز اقول يعني المستمع يمكن طب ايه الجديد فيك او ايه اللي هيفرق مع المريض؟ انت دخلت تشيل ورم من الرحم، طب ايه الفرق ما بين فتح البطن وما بين المنظار؟ الموضوع مش حكايه بس ان انا بعمل فتحه صغيره والعيان بيخرج في نفس اليوم. انا عايز الناس تعرف حاجه مهمه جدا، ان اللي بيوجع بعد اي عمليه جراحيه مش اللي اتعمل جوه البطن، هو الفتح نفسه. بالظبط. يعني جوه البطن شلت بقى ورم 10 كيلو، شلت كيس، شلت طحال، شلت ازاي، مش هو ده اللي بيوجعك بعد العمليه. اللي بيوجع هو الباب اللي اتفتح، الفتحه اللي في الجلد. صحيح. تمام. هو ده بتخليه في المستشفى يومين ثلاثه او اسبوع ومش عارف يروح شغله وبيمشي متنيه شويه والالام المصاحبه ليها دي. النكد ده كله تفاديناه ان احنا ما فيش فتحه خالص. بيسموها دلوقتي حتى سكارلس سيرجري، يعني مفيش سكار مفيش جرح. فالدكتور بيخش من فتحه سنتي واحد، اللي بيحصل جوه بقى مالكش دعوه باللي احنا بنعمله، احنا بنعمل اللي احنا عايزينه. اللي كان بيتعمل عن طريق فتح البطن بنعمله بطرق ادق، وبدل ما الدكتور ما كان فاتح البطن وبيبص بعين، لا بالعدسه بتكبر جدا واقدر اشوف الاوعيه الدمويه، فبالتالي نسبه ان يحصل نزيف تبقى اقل. فببساطه هي دي بقى لعبه جراحه المناظير. طب هقول حاجه كمان ممكن تبهر المستمع، احنا استلفنا التكنولوجي بتاعت الكاميرات منكم والانترنت. الله، ايه علاقه الانترنت بالجراحه؟ ده احنا دلوقتي بقينا نقدر الالات الجراحيه دي كل اله بتركب في دراع بتاع روبوت، يعني زي انسان الي. وعن طريق الانترنت في جراح قاعد
في امريكا، والجهاز الالي ده الانسان ده موجود في الصين، والجراح بيحرك الالات دي كلها ويشيل الورم ويشيل الطحال بدقه تصل الى 100%. يعني ممكن المريض يبقى في مصر والعمليه بتتعمل في مكان تاني. في مكان تاني، وعلى فكره كون شكلها زي الخيال العلمي هي ليست مكلفه بالقدر اللي تبدو لي، تمام؟ وتكنيكيا بالعكس دي الدقه فيها اكتر. الجراح اللي بيشتغل بالالات، انا انسان بشر، بعد ساعة من الشغل غصب عنك ايديك هيبقى فيها تريمورز بسيطة. تمام؟ ان انا مثلا عايز اخش بالمقص عشان اقص الورم، فحركة الايد دي بتفرق من جراح للتاني وحسب وزنة ايده. الروبوت ده مفيش فيه رفة الملي. الجراح اللي بيشتغل حاطط في ايده زي خواتم دي بتحرك الالات كلها، فبيعمل ايده كده بص كده الاله بتطلع معاه لفوق بمعدل ثابت، ما فيش فيها لا اي اهتزاز ولا اي رفع. بس هو بتوجيه من الدكتور بقى. من الدكتور مش الانسان. يعني مش ده الانسان الالي اللي بيشتغل في مصانع العربيات اللي بيعمل. لا ده الدكتور حاطط في ايده الالات كلها زي الخواتم بالظبط، زي الريموت مثلا، زي الريموت. وبحركه صباع الدكتور قاعد على كرسي بيشرب شاي وبيتفرج من عدسه مونيتور وشايف اللي في بطن العيان اللي على بعد الاف الاميال. انا بس بحكي الكلام ده عشان اوري قد ايه تكامل التكنولوجي بيؤدي للتطور في التخصصات المختلفة. صحيح. فالكلام ده طبيعي على جراحة المسالك، جراحة الكلى، جراحة الجهاز الهضمي. احنا في النساء الحقيقة قدرنا نوصل لتقدم هائل جدا، ان نسبة كبيرة جدا من الجراحات اللي كانت بتتم عن طريق فتح البطن وتسيب اثار على المدى البعيد بقت تتعمل بالمنظار دلوقتي. طب دي جراحة المناظير، لكن اكيد قبلها في تشخيص، يعني احنا بنستعين بالمنظار للتشخيص. اما ده اللي انا ذكرته لحضرتك، ان المنظار وسيلة للرؤية الدقيقة والتشخيص المباشر، وقد تتطور اكتر من كده. مش بس عشان ابص، ده محتاج عدسة تلسكوب داخل البطن او داخل العضو اللي بفحصه، لكن ممكن ادخل جنبه الات تانية بقى عشان اشيل ورم، اشيل لحمية، استقص الكيس. يبقى اذا كل الامور بقت متاحة ان انا اقدر ادخل كذا الة مع بعض. كان زمان الاول بتخش العدسة من عند السرة تقريبا لو جراحة البطن، والالات بتخش من فتحات اخرى كل فتحة نص ملي. من 3-4 سنين تطور تكنولوجي جديدة خالص اسمها سنجل بورت. سنجل بورت يعني مدخل واحد، مدخل واحد منه العدسة ومنه الالات، بيبقى من السرة بقى من السرة ومنه بيخش عشان نشفط سائل ونغسل يعني بتعمل كل حاجة من 2 سنتي. فاللي عايز اقوله ارجع افكر ناس تاني، اللي كان بيوجع هو ما فيش فتحة عشان ما فيش بلاستر، بس عاد بيحط اللي هو بنقول عليه باند ايد اللي هو البلاستر بتاع التعورات الصغيرة ده يتحط عليها، والعيان ينط من على السرير يروح بيته بعد 6 ساعات ترجع لشغلها بعد يومين. الستات اللي كانوا بيشتكوا من النزيف الرحمي، الحقيقه انا عايز اقول برضو بعد ما عملت على النقطه دي، النزيف الرحمي يمثل مشكله عند حوالي 25% من السيدات بعد سن ال 45. في دراسه حديثه اتعملت من ال WHO الحقيقه ارقام مذهله، رقم يخض، ان كل دقيقه بتمر فيها 20 استئصال رحم بيتم في العالم. والحقيقه الرحم ده يعني عضو غالي جدا عند الزايد، غالي جدا. يعني اتذكر كلمه قالتها احد مريضات ست كبيره في السن، فجايه بتقول يا دكتور اسامه انا اتولدت بالرحم بتاعي وعايز اموت بالرحم بتاعي، ما تاخدوش مني، هو شوفوا لي حل النزيف ده من غير ما تشيلوا الرحم. هو رمز الانوثه خاصه عند الست الشرقيه، هو رمز كل حاجه عندها. طيب. هو ده اللي فارقها عن بقيه الرحم بتاعها، ده مركز الفخر بتاعها. حتى لو بعد سن ال 50 ملوش فايده ملوش لازمه مش هتستعمله، بس خليه معايا ما تشيلهوليش. فاحنا دلوقتي وصلنا لتقنيات جديده نعالج بيها، وده هنتكلم عليه في المؤتمر القادم بتاعنا، تقنيات علاج النزيف الرحمي بالمنظار بدون ما نحتاج لا نفتح البطن ولا نشيل الرحم. طيب ايه، قبل ما نتكلم على المؤتمر اللي حضرتك هتحضره باذن الله، عايزين نعرف ايه هي الحالات اللي بتبقى بالفعل محتاجه منظار جراحي؟ بص، يعني معظم تشخيصات النساء او جراحات النساء، ما جراحات النساء اللي عندنا ايه؟ يا اما استئصال اورام ليفيه، يا اما استئصال الرحم، يا اما استئصال اكياس، يا اما حمل خارج الرحم، يا اما التصاقات جوه البطن، كل ده ممكن يجرى بالمنظار. في ضوابط وفي حدود، يعني اقول لك مثلا ما نشيلش ورم اكتر من كذا سنتي بالمنظار، لكن معظم الورم ممكن تتشال. وجود ورم داخل تجويف الرحم، كان زمان عشان يتشال ده كان الطبيب بيضطر يشق البطن ويشق الرحم ويطلع الورم ده اللي قد البرتقال ويرجع خد الكلام ده كله. طب ليه ما هنقدر نخش من اسفل من خلال عنق الرحم، يبقى دخلنا جوه التجويف وشايفين الورم قدامنا قد الليمونه كده، وبجهاز معين بالليزر بتقدر تاخديه سلايسز، يعني قطع، ويطلع في خلال نص ساعه والعينه تروح، مفيش داعي لفتح البطن خالص. لكن مثلا لو هو اكتر من 3-4 سنتي ما نقدرش نشيله بالمنظار. طب هل دي ما لهاش حل؟ ليها حل برضه، بندي دواء
دواء عقار طبي حقنه بتخليه يظهر في الحد يضمر وراح يخش جنبه بقى بالمنظر. فما فيش حاجه اسمها موانع تامه لاستعماله، لكن في ضوابط بتقيد استعماله، واهم حاجه طبعا التدريب والخبره. لكن لسه الست ما ولدتش عن طريق المنظار. لا دي ده خيال علمي. ليه مش عرفنا احتمال العلمي؟ في حاجات من الضوابط البشريه مش هتتغير، الولاده هي الولاده. لكن طبعا مش عايز اخرج بره موضوع المنظار، لكن بنتطور في الولاده في ايه؟ بدل ما كانت الولاده زمان زي في فيلم الحفيد، ربنا يديها الصحه الفنانه الكبيره كريمه مختار، لا كانت منى جبر اعتقد اللي بتولد، فيعني صورت منظر الولاده باتقان مرعب، يعني صريخ وصليط وحزق. لا طبعا الموضوع ده بقى ايه ليه حل، في بقى انواع مسكنات معينه ايبيديورال، لكن هتفضل الست تولد زي ما هي يعني مش هتتغير يعني. طيب جراحه المناظير نقدر نقول انها في بعض الحالات ما بتكونش مفيده للست؟ لا بصي، هي مش في جراحه، في كل حاجه في الدنيا التطبيق الخاطئ لاي شيء غير مناسب ويعمل مشاكل. فزي ما اديت حضرتك مثل، لو في ورم داخل الرحم اكتر من 4-5 سنتي والطبيب يعني لم يتنبه لهذا وحاول يشيله في المنظار، هنا ستنشا المشكله والمضاعفات، مش هيقدر يشيل الورم كله وممكن يحصل معاه نزيف. يبقى اذا هو الانتقاء الجيد للحاله، ودي دي شغلتنا، ان انت مش بتشوف المريضه بتسلمي عليها وتاخديها اوضه العمليات، في اجراء فحوصات وتحاليل وتحاليل معمليه وتصوير بطرق معينه باجهزه المجالات الصوتيه، نقدر نعرف حدود المرض بتاعنا قد ايه، وبتنقلها الاسلوب التدخل المناسب ليها. فده يعني هو ده كيف نتجنب المشاكل والمضاعفات. نتكلم على المؤتمر، هيقام امتى ان شاء الله؟ هو هيكون بعد بكره ان شاء الله، وانا تشرفت برئاسه هذا المؤتمر، ورئيس شرف المؤتمر اساتذتي الكرام الاستاذ الدكتور سامح زكي استاذ جامعه القاهره، والاستاذ الدكتور صبحي ابو اللوز استاذ في جامعه عين شمس. احنا بنعتز دايما يعني لما يكون عندنا حدث طبي، فبنحب نحط كده يعني حدث نوره، فدول اساتذتنا اللي علمونا، فهم رؤساء شرف المؤتمر. الثيم بتاع المؤتمر هو عن جراحات المناظير، بالذات جراحه منظار الرحم. هي التكنولوجي تعتبر في مصر لسه حديثه، طبعا بقى لها فتره طويله. منظار البطن منتشر من زمان في مصر، منظار الرحم ما زال التطبيق بتاعه لم يلاقي ما يستحقه. تطبيقاته رائعه جدا في حالات العقم، لنسبه شفاء عاليه جدا في بعض حالات العقم. بنتكلم على حالات اللي عندهم عيوب خلقيه في تكوين الرحم، ودي نسبه مش قليله. يعني نسبة كبيرة من حالات الإجهاض المتكرر بتكون بسبب إن الرحم بتاعها بدل ما هو شكله عامل زي الكمتريايا، الجزء النص أو زي القلب، الجزء النص ده نازل منه حاجز قاسم القلب ده لنصين، فبالتالي لما يحصل حمل ويتزرع جوه مش قادر يكبر لأن المساحة ضيقة فيحصل إجهاض. ده أحد المشاكل. كان زمان علاج الموضوع ده إيه؟ كان يفتحوا بطن العيانة ويشقوا الحاجز ده ويتاخد غرز عشان يتقفل الرحم. هذه عملية يعني تضر أكتر مما تفيد، بس ما كانش فيه بدلها. دلوقتي بنقدر نخش من أسفل عن طريق عنق الرحم، نضخ سائل فننفق الرحم، فبقى الرحم اللي عامل زي القلب مفتوح قدامنا كده، والحاجز بيبقى واضح جدا لا تخطئه العين، مفيش حاجة اسمها خطأ في التشخيص، زي بالظبط منظر الحاجز بتاع الأنف ده. وبنخش بقى بجهاز زي الليزر أو زي المقص ونروح شايلين الحاجز. من العملية بتاخد 3-4 ساعات، وتقعد المستشفى 10 أيام في المستشفى. المريضة العملية بتاخد حوالي نص ساعة تلت ساعة، وتروح بعد يومين وتقدر تحمل بعد شهر. فده تطبيق رائع صحيح في مجال العقم، اللي كان عندهم أورام لفيه جوه الرحم وبتنزف وعليها دم ونزيف والدورة غزيرة ومش عارفة تحمل، مشكلة كبيرة، والجراح يبقى متردد جدا انه يعمل جراحة ويشق الرحم ممكن يأذيه. دلوقتي نقدر نخش جوه تجويف الرحم ويبقى شايفين بالظبط زي كده ازازة الكوكاكولا جواها ليمونة، فأنا بخش من بق ازازة الكوكاكولا دي وأوصل للليمونة وفتتها واطلع بيها من غير ما اكسر الازازه عشان خاطر اطلع الليمونه، كاسر الازازه وفتح البطن وارجع الحم الازازه دي تاني، بخش انا يعني عجبني التشبيه اللي بقوله دلوقتي، بخش من بق الازازه واكسر الليمونه دي افتتها واطلع بيها بره، وتحتفظ بالرحم بتاعها سليم. اخر حاجه هنتكلم عليها في التطبيقات النزيف الرحم بعد سن انقطاع الدوره. طب والرحم ذو قرنين؟ الرحم انت فتحت الموضوع، هو كون الرحم ده بيكون حاجه من اثنين، يا اما في حاجز وده الاكثر شيوعا، يا اما الرحم ذو قرنين. الرحم ذو قرنين عامل كده زي ده، الاثنين منفصلين عن بعض، ده ما ينفعش ليه حل بالمنظار، ده لازم بنعمل فتح بطن ونرجع نخيط الاثنين دول في بعض. لكن الحاجز الرحم بدل ما عامل كده الحاجز نازل لتحت، فهو ده اللي بقدر اخش عليه برضه. ده شدني المهم صحه ودقه التشخيص قبل الجراحه طبعا، ده رجع للسؤال القديم بتاعك المضاعفات. لا المضاعفات لو واحد داخل انه يعمل عمليه حاجز رحم المفروض انه ذو قرنين، وده مش المفروض يحصل، يعني مش المفروض انك انت تمشي بالعربيه من غير فرامل وتقولي بعد كده حصل حادثه،
فهو التشخيص الصح بيوصلني للعلاج الصح. نزيد ما بعد سن الياس اللي هو بعد سن ال 45، ودي مرحله مهمه جدا في حياه المراه. هرمونات التبويض وهرمونات الدوره بتبتدي تختلف في هذا الوقت، ودي اثار عامه على الجسم. يبتدي البشره تتاثر شويه، الحاله النفسيه تتاثر شويه. فانا بقول الكلام ده عشان دي رساله لكل الاسره. السيده اللي في البيت في هذه المرحله محتاجه كل الرعايه والحب والدعم والحنان. هي دي المرحله اللي هي محتاجاها. هي قعدت 40 سنه تخدمكم وبتراعي الاولاد وتودي المدرسه وبتعمل الاكل وبترعى الزوج، في المرحله دي بقى ده الوقت ان كنتم يعني تدوها ما تستحقوا. في الوقت ده لو حصل نزيف، وبيحصل في نسبه من السيدات، الحلول المتاحه معظمها استئصال الرحم او علاج بالهرمونات لفتره طويله، مما قد لا يكون مقبول عند بعض الستات. عشان الست تفهم يعني ايه نزيف في المرحله دي، الرحم ده عامل زي الكوكونات، جوزة الهند. تمام؟ البطانه البيضاء اللي جوه دي هي دي اللي بينزل منها الدور، وهي دي اللي بيحصل منها النزيف. فلو في نزيف مستمر، فبدل ما افتح بطن العيان واشيل جوزة الهند ارميها في الشارع، لا، انا بخش من اسفل لتجويف جوزة الهند دي. تمام؟ واللي لونه ابيض جوه ده بيتقشر بجهاز ليزر بيتكوي، واسيب لها الرحم بعد كده سليم، وتروح بعد ساعتين ثلاثه والنزيف انتهى. نفسيا هي سعيده جدا انها لم تخسر الرحم بتاعها. جسمانيا ما تعرضتش لجراحه كبيره، وبتعيش حياتها طبيعيه بعد كده، محتفظه بالموبايل بتاعها. فده اسلوب جديد اسمه اندوميتر ريسكشن، اللي هو استئصال بطانه الرحم مش استئصال الرحم. نسبة قد ايه من السيدات بيحصل لها النزيف؟ هل يعني حضرتك قلت ده بيحصل بفعل التغير الهرموني بالظبط بالضرورة ان كل السيدات يحصل لها؟ لا لا، احنا ما بنتكلمش على العموم، احنا بنتكلم على الاستثناء، ان في نسبة من السيدات ان اثناء الدخول في المرحلة دي من العمر، بس برضه عشان الستات اللي سامعيني وانا متخيلهم دلوقتي انزعجوا شوية، مش كل واحدة في المرحلة دي يحصل لها كده، ومش كل واحدة حصل لها نزيف اثناء قبل ما تنقطع الدورة يحصل لها توتر وقلق، لان مسموح في خلال الكام شهر على ما تقطع خالص انها تلخبط شويه. زي ما نقول كده مثلا اما الميه تيجي تقطع في الحنفيه، تبص لقيت تبتدي ايه تكركر كده شويه وتنطر شويه ميه وبعدين تروح قاطعه خالص. هو ده اللي بيحصل في المرحله دي. فمش اي شويه نزيف يخضونا، هي تروح للدكتور ونعمل موجات صوتيه. اذا الرحم ظاهريا شكله طبيعي وبطانه الرحم سليمه ما فيش فيها تضخم ولا اورام، بنعالجها ببعض ادويه لحد ما نسيسها لحد ما تقطع خالص. لكن احيانا الدم ده ما بيوقفش، بيستمر نتيجة البطانة سميكة زيادة عن اللزوم، أو الهرمونات بتنبه البطانة دي. هم دول اللي بتكلم عليهم بقى، ما تخافيش، مش هنشيل الرحم بتاعك خلاص. يعني هتحتفظ بيه وتبقي فخورة إنك ما زلتي سليمة وكاملة، بس مجرد بطانة الرحم اللي بتنزل الدم هنخلصك منها. فهو ده التكنولوجي الجديدة اللي إحنا فرحانين وفخورين بيها. وعايز أقول حاجة، إن في دراسة بينت رسم بيان لمعدل استئصال الرحم في الولايات المتحدة. سنة 81 كان في 650 ألف حالة استئصال رحم في السنة. رقم 105 قرب نص مليون. بنتكلم عن امريكا بحالها. في السنتين اللي فاتوا الرقم ده نزل ل 380,000. الستات ما خلصوش، الستات موجودين نتيجه توظيف بدائل اخرى للعلاج. مش كل الحالات بقت دلوقتي يعني الاختيار الاول ان احنا ننزع العضو المصاب بمجرد ما نعمل شويه دم. فالمؤتمر ده هيناقش هذه الجزئيه، واعتقد وهنبتدي نفتح ورش عمل تدريب للاطباء على هذا الاسلوب. ده مهم قوي علشان يبقى في جيل جديد من الكوادر البشريه قادره على انها يعني نقول ايه تتوافق مع التكنولوجيا الحديثه. انا شايف ان الجيل الجديد هيتقنها احسن من الجيل، انا مش عجوز قوي يعني، بس انا شايف الجيل الجديد اللي هو بسميه جيل البلاي ستيشن هيبقوا احسن مننا بكتير، لان هذا النمر الجراحات بيعتمد على مش بتتعامل مع الات جراحيه وفتحه بطن، لا بيتعامل على بتتعامل زي حاجات زي الجويستيكس وكلها حاجات بتحركها، فهي بتحرك الجهاز او الاله اللي جوه بطن العيان. فانا شايف ان الجيل الجديد اللي يعني اتقن لعب البلاي ستيشن والجيمز والكلام ده كله هيبقى عنده المهاره اليدويه اللي يقدر يعملها بحرفيه عاليه جدا يعني. طب هل استئصال الرحم زمان كان بيؤدي للعديد من المضاعفات للسيده غير ان هي بتحس ان ده شيء رمز لانوثتها؟ بصي حضرتك، هو اذا حصل مع استئصال الرحم استئصال المبايض فبتفقد تماما الهرمونات الانثويه بتاعتها. والحقيقه ده اذا فقدت فجاه بتعمل اثار جانبيه بنسميها ويدرول سيمتومز، يبتدي بقى يجي لها يعني بعض الضيق والاكتئاب والحاله النفسيه المزاجيه مش مظبوطه، يبتدي يحصل هشاشه في العظام. لان برضو عايز المستمع تعرف معلومه جميله طبيه، هرمون الاستروجين ده هرمون الانوثه. وانا بسميه من عندي تسميه بسميه هرمون الخير. الهرمون ده ما بيعملش حاجه في الدنيا الا كلها حاجات جميله.
في جسم المرأة، بداية من مسؤول مثلا ان هو ياخد الكالسيوم من الدم، الكالسيوم ده زي كتل الزلط كده، ياخد الكالسيوم يرسبه جوه العظم فيخلي العظم بتاعها قوي جدا، بيفتح قنوات ري عروق دمويه تغذي الاعضاء من ضمنها القلب والكلى. فلذلك ما نسمعش ان واحده ست شباب يجي لها ازمه قلبيه، ما نسمعهاش يعني، مش وارده يعني، نادرا. ليه؟ لان ده بيغذي الدوره الدمويه دايما للقلب والكلى. لكن بعد سن ال 45 50 فقدت هذا الهرمون، يتساوت مع الرجل هنا، فممكن تصاب بازمه قلبيه ممكن يعني. فعايز اقول ان الهرمون ده بيدي كل الخير والنماء لجسم المراه. فلما يحصل انسحاب لهذا الهرمون تنعكس هذه، يبتدي الكالسيوم اللي كان راح العظم يتسحب من العظم تاني، العماره اللي كانت فيها بلوكات صلبه اتسحبت، في حاجه اسمها هشاشه في العظم. فنسمع بقى كتير قوي ان تيتا او ست الحاجه وقعت الكعبيه اتكسرت، صحيح الراجل ما اتكسرش بسهوله، تمام. فدي من الاعراض السريعه عن انسحاب هرمون الاستروجين. نسمع كتير عن الستات عندها 55 60 سنه جرى لها ايه ماما اليومين دول في البيت، هلا بقت عصبيه كتير وبتتنرفز وبتعيط لاي سبب ومش مستحمله كلمه، هو انسحاب هرمون الاستروجين. فاذا كان هرمون الاستروجين، جات لي كلمه حلوه في بالي دلوقتي، اذا كان هرمون الاستروجين انسحب من جسمها، فانت بقى مفروض تخش جوه حياتها، ابنها وزوجها والمحيطين بيها يعوضوها عن هذا. هي زمان مش محتاجه ان حد يدلعها، هي شايله البيت على كتافها ما بتزعلش، لا دلوقتي هي محتاجه الكلمه الطيبه والطبطبه والوردايه والكلام ده كله. فاحنا بنقول هرمون الاستروجين ده مهم جدا للمراه، فلما بينسحب بيحصل كل الاعراض اللي اتكلمنا عليها. الهرمون التعويضي هنا دوره ايه؟ احنا احتاجين من حلقه لحلقه ثانيه، الهرمون التعويضي ده قصه كبيره بقى. بس انا باختصار هو طلع موضه جامده جدا، كل الستات كل الفنانات الجميلات بيستعملوه، كلهم ما شاء الله وبشرتهم كمان ما بيعجزوش ابدا، تمام. وبعد الموضه دي ما انتشرت حصل بعض اثار جانبيه مش عايز اتكلم عليها كتير، نتيجه سوء استعماله، فابتدى يبقى في خوف من استعماله بشده. رجع دلوقتي بعد ما اتحط الضوابط ممكن نستعمله في بعض الحالات اللي ما عندهاش موانع وتستفيد منه، لكن مش اي واحده بقى في سنها فوق ال 50 تنزل اجزخانه تقول لي اديني، لا مش لازم، ما هوش قرص اسبرين يعني. خلينا نتكلم عن الموضوع ده في حلقه جايه ان شاء الله. أيوه. نرجع مره تانية لجراحه المناظير، هل جراحه المناظير بتصلح للبطانه المهاجره او الاندوميتريوزس؟ صح. بس نقول للناس ايه البطانه المهاجره؟ واضح ان حضرتك مثقفه طبيا من كثر الدكاتره بتقعدي معاهم يعني. بس انا عايز اعرف ايه البطانه المهاجره دي؟ احنا قلنا ان الرحم ده زي الكوكونات زي جوزة الهند متبطن بطانه بيضاء. البطانه البيضاء دي اسمها بطانه الرحم، اللي كل شهر بينزل منها دم وهي دي اللي بيتزرع فيها الجنين، تمام؟ ساعات النسيج ده الابيض ده يتنطر بره الكوكونات، يبقى الجدار بتاعها من بره، ده مش مكانه. عشان كده سموها المهاجر. ده اصلا من مكان لمكان. راح اترسب على المبيض، قال ده مش مكانه برضه. طب ايه مشكلته؟ ما هو كل شهر النسيج ده بينمو وينزل دم. اذا حصل ده جوه الرحم ده الطبيعي بتاعه بيخرج بره للشارع، لكن اذا حصل في المبيض داخل البطن الدم ده هيروح فين؟ ملوش سكه ثانيه، يبتدي يتحوصل ويعمل كيس جواه دم. بيسموه ساعات الناس شوكليت سيستم. برضه ليه سموه شوكليت سيستم؟ تمام؟ لان الدم اللي بيتحوش ده ويتخزن شهر في اثنين في ثلاثه يبتدي يغمق. فاثناء الجراحه فعلا لما بنفتح الكيس ده ونغسله ويطلع منه دم لازق لونه اكزاكتلي بالظبط زي الشوكولاته السايحه. تمام؟ تعمل لنا ايه البطانه المهاجره دي؟ تعمل الام شديده جدا مع الدوره. البنوته اللي فيها بتتني وبتصرخ وقت الدوره والحقوني واديني حقنه مسكنه، احتمال كبير يكون بطانه مهاجره. الام شديده مش اي الم مع الدوره، انا بقول اللي بتصرخ وينزلوا بيها الصيدليه يدوا حقنه مسكنه، تمام؟ وجود دم جوه البطن شهريا بيعمل التصاقات، ممكن ياثر على الانابيب ويعمل عقم. فدي من الحق. فهو المشكله الاساسيه للبطانه المهاجره هو الام شديده، الام مزمنه في البطن زائد تاخر الانجاب والعقم. المنظار اساسا شغلته الاساسيه يتعامل مع هذه الحاجات. نقدر نخش والكيس ده نقشره، عارفه بنقشره ازاي؟ الكيس ده بيبقى عامل بالظبط زي البرتقان بسره. عارفه البرتقان بسره؟ القشره بتاعت البرتقانه دي تخيل هو ده، ده نسيج مبيض. واللي جوه ده اللي هو البرتقان هو ده الكيس الشوكولاته. فطبعا مش حق من الظلم ان انا افتح واشيل ده كله بقى انا فقدتها المبيض بتاعها. فبنعمل ايه؟ البرتقال بسرعه تتذكري كده بتبقى قشرته طريه ومفصوله عن بقيه البرتقال. فبنروح شاقين البرتقاله الجلده بتاعتها من بره وبندخل الات نسلك البرتقاله نفسها من القشره بتاعتها. لا بنقشرها بالظبط بس ما نفرولش ولا نقطع الجلد القشره. ونروح طالعين بالبرتقاله ادي كيس الشوكولاته ويفضل لنا القشره بتاعت البرتقال هو ده بقيه المبيض.
يفضل يشتغل التمار بيضاء. فده اسلوب ازاي بنتخلص من البطانه المهرجه. في اسلوب تاني نروح شاقين البطانه نصين واللي جوه ده العصير ده نطلعه خالص وندخل اله نكوي اللي جوه ده اللي هي البطانه المهرجه فتموت ما تفرش دم تاني وإذا الله ما جت سليم يشتغل بيه. أنا بشرح تفاصيل أكثر إزاي بنعمل الجراحة بتاعتنا كمان. بس عشان أقربها لأي مستمع ممكن تكون هتخدم على إجراء هذه الجراحة فتبقى مطمنة عارفة إيه اللي إحنا بنعمله. وبالنظار الدقة بتاعته عالية جدا. العدسة بتعمل تكبير فبقى الدكتور شايف كل شريان وكل وريد مفيش حاجة اسمها حاجة اتعورت حصل منها نزيف مفيش حاجة اسمها جراحة غير كاملة لسه في أنسجة ما اتشالتش لا هو بيقدر يشوف كل الأنسجة ويقدر يشوفها ويشيلها اللي هو علاج البطانة المهرجة. طيب الحمل العنقودي هل الحمل العنقودي برضو بيصلح دي المنظار؟ هيقولوا بس في حاجه اسمها حمل خارج الرحم وحمل عنقودي. حمل خارج الرحم ده اصبح علاجه 100% بالمنظار يعني في دول العالم كلها ما حدش بيفتح بطنه عشان حمل خارج الرحم بس برجع اقول برضو من تشخيصه لازم يكون مبكر عشان يتعمل المنظار. الحمل العنقودي ده قصه ثانيه. الحمل العنقودي ده جوه تجويف الرحم وسموه عنقودي ليه؟ لان بدل ما يتكون كيس حمل جواه جنين بينبض لا بيبقى فيه عباره عن زي عنقود عنب مليان شويصلات شويصلات مفيش حمل. الحقيقه الموضوع ده محير جدا للعيانة بتقول لك يعني يا دكتور انا حامل ولا مش حامل؟ ازاي تقولي مفيش جنين؟ هو انسجه الحمل انقسمت بشكل غلط وعملت عباره عن عناقيد كده. ده غير الحمل الكاذب. ده حاجه الحمل الكاذب حاجه ثانيه خالص. حمل الكاذب كان مش حمل من اساسه. فكان حمل العنقود وحمل خارج الرحم ده حمل. بس حمل غير تقليدي وغير طبيعي. حمل خارج الرحم يعني في جنين وكيس حمل بس محطوط حته بره الرحم حته ثانيه فلازم يتشال ما ينفعش يكمل حمل جوه الانابيب او جوه البطن فده لازم يعالج بالمنظار. حمل العنقودي ده جوه تجويف الرحم هو عباره عن بذره جنينيه اتزرعت بس الشفره الجينيه بتاعتها فيها غلط الانقسام بدل ما ينقسم يعمل لي ماشين ويعمل لي عظم وجلد ولحم لا بينقسم بيعمل انسجه غريبه مشوهه فتبقى عباره عن زي عن ايد العنب كده وده لازم يتخلص منه باجراء جراحي بسيط عمليه اسمها التفريد او ندي ادويه تساعد على انقباض الرحم وتطرد البر. حمل الكاذب ده حاجه نفسيه بقى اللي نفسه في حاجه قوي فبيحلم بيها يعني يبقى عنده نفس تبقى الحقيقه شفتها قليل بس الحقيقه يعني لما تشوفيهم الست بتبقى فعلا لابسه دور الحمل تماما وماشيه يعني مرجعه هو نفسيا مش تسمعها يقول لك اتخبط اتقطعت من عندها الدوره دي برضه من كتر الشوق بتاعها للحمل الدوره بتتقطع بس حاجه نادره مش عايز الناس تفتكر ده حاجه بتحصل كل يوم تبتدي القولون عندها ينتفخ في البوز الاطماع كبيره وتقول لك حاسه بحركات البيبي والعيله كلها بينزلوا يشتروا هدوم العيل وبتاع واحنا بقى اللي بناخد المشكله مع ازاي تقول لها ما فيش حمل يعني بس دي قصه ثانيه بره مش مشكله طبيه يعني. طيب المؤتمر اللي حضرتك هتحضره ان شاء الله حضرتك رئيسه نقول هل هناك تطور تكنولوجي اكتر من المناظير؟ هو احنا عاملينه بالاخص لمنظار هنا في انا اخترته الحقيقه انا يعني متحمس جدا ان احنا كل واحد فينا حضرتك في شغلتك وانا في شغلتي في تخيل نحاول نساعد البلد شويه اكيد عايزين الامور تتحرك العجله تمشي وعايزين السياحه ترجع فانا الحقيقه اخترت شرم الشيخ ده جميل انا حسيت انها هتكون نقطه جذب جدا مشرفه فيه ما تتخيليش كميه يعني اصدقائي في اوروبا وامريكا الاطباء اللي هناك الاجانب قد ايه السياحه العلاجيه منبهرين عايزين يجوا يحضروا المؤتمر بصراحه مش جايين عشان مناظر يعني هم عايزين يجوا يتفسحوا في شرم الشيخ وهنا هنتكلم في مواضيع علميه فانا حسيت ان انا اختار المكان في شرم الشيخ هيبقى جذاب واخترت اسم غير تقليدي للمؤتمر هو منظار الرحم اسمه طبيا علميا هيستروسكوبي هيستروسكوبي يعني منظار الرحم جراح منظار الرحم فانا سميت الايفنت او الحدث سميته هيستروسكوبي كارنيفال يعني كارنفال هو الاسم غير تقليدي ومضحك مش مضحك في شيء من اشكال فالناس كلها عايزه تيجي تحضر كارنفال الهيستروسكوبي ده وحطيت فيه حاجات بقول لكم انتوا فكروا وانا افكر قلت الناس ما تجيش تحضر مؤتمر بس هيبقى جاف قوي يعني فعملت بعد انتهاء الجلسات العلميه جلسات على البيتش على البحر مسابقة فولي ما بين جراحين الأجانب والجراحين المصريين مسابقة ما بين بحيث ندي نوع من المرح في والدكاترة نقعد مع بعض على البحر هيتكلموا في مواضيع علمية برضه ومن هنا بتتولد على فكرة الأفكار والأبحاث مش في قاعات المؤتمرات في قاعدة على الفطار أو على العشاء وهم قاعدين مع بعض فهو مؤتمر تجربة جديدة بالنسبة لي إن أنا أول مرة برئيس هذا المؤتمر وعامله بشكل غير تقليدي عامل جلسات علمية مبتكرة وهناقش بالأساس جراحات منظار الرحم لعلاج العقم ولعلاج النزيف الرحمي والاورام اللي فيه.
لكن هنتكلم على مواضيع اخرى طبعا برضه. ليه حضرتك ما عملتش برضه شكل من اشكال التعاون المشترك ما بين وزاره السياحه والقائمين على ولا انا هقول حاجه حضرتك يعني ومش عارف انا على الهوا ولا اسمع. انا بسافر كتير بره بعمل دورات تدريبيه في جراحه المناظير ويعلم الله والله هذه الجمله اتقالت فعلا. كنت بعمل دوره تدريبيه للمره التاسعه في كانت في روسيا. وقام رئيس المستشفى المدير قال عايز اقول معلومه ان من يوم الدكتور المصري بيجي لنا هنا ومعدل السفر السياحه اللي مصر زاد. لان ببدا دايما محاضرتي بصور عن مصر بلاقي احلى ما عندنا. البحر الاحمر، نهر النيل، الكروز اللي في فبوريهم الحاجات الحلوه اللي عندنا. فالحقيقه انا بعتبر نفسي يعني انا ليا دين على وزاره السياحه. سفير لمصر. انا ليا دين على فيعني ما حصلش ان حد من المسؤولين جاء قال لي احنا عايزين نعمل معاك يعني مؤتمر او لكن زي ما بقول كل واحد فينا من ناحيته يحاول. انا في كل مكان بروحه وعايز اقول برضو كده انا مش بعمل الكلام ده حبا في مصر بس يعني يمكن انا بعترف بقى اصل انا كده لنفسي انا بتباهى يعني اللي راح يخطب واحده يقول لهم انا خالي فلان انا عمي علان انا لما بروح هناك بتباهى ببلدي وبالحضاره بتاعتها واجمل ما عندنا بحيث بدي لنفسي انا دعم يعني ما تلاقيش ده بيديني انا ثقه في نفسي وانا واقف بعلم الخواجات او بشرح لهم حاجه فبلا شك الواحد بيبقى متوتر شويه. فاول ما ببدا بتكلم عن مصر وعملنا ودي بلدنا ودي ده بيديني شحنه من الثقه ببقى انا مبسوط اكتر. ما احنا احفاد مصطفى كامل لو اكون مصريه لوددت انا اكون مصريه. اتمنى ان كل واحد يحس بيها مش يقولها. صحيح. يحس بيها فعلا يعني. طيب نرجع تاني ايه الحالات. احنا ذكرنا البطانة المهاجرة، ذكرنا الرحم الحويصلي او الحمل العنقودي. ايه الحالات التانية اللي ممكن يصلح ليها المنظار؟ في حاجة هي بتطبق حديثا ويمكن تمس بعض المستمعين، حالات العقم نتيجة تلف الانابيب. وهي خلاص حدد لها انها هتعمل طفل انابيب. الحقيقه عشان برضو المستمع تتخيل الشكل التشريحي بتاع الجسم من جوه ايه، لو تخيلت الرحم زي جسمي انا كده وايديا الاثنين دول هم الانابيب ودول اسمهم الابواق. تمام. هنا في مبلغ وهنا في مبلغ، كل شهر بويضه بتخرج بيلتقطها البوق بتخش جوه الانبوبه تلقح هنا ثم تسافر تتزرع جوه الرحم عن طريق الاهداب. بالظبط. احيانا يحصل تلف والانابيب دي تتسد. بطانه الانابيب من جوه بتفرز كميه سائل بسيط زي افرازات اللعاب. لو غير الانابيب مفتوحه السائل ده بيبقى دريند او بيخرج على البطن وبيمتص. لما الانابيب تتسد السائل ده بيتكون جوه الانبوبه اللي كانت في قطر القلم الرصاص اللي هي تتنفخ تبقى قد الجزره او قد الكوسه الكبيره. المشكله ان الميه اللي جوه دي مش لاقيه سكه تخرج منها، مقفوله. لكن السكه الثانيه اللي بتوصل على الرحم مفتوحه، فالسائل ده بيصب دايما جوه الرحم. تلاقي الست دي تقول على طول بشتكي من ميه بتنزل عليا كتير. دي لو راحت تعمل اطفال انابيب المفروض ان نسبة النجاح فيها بتصل الى 40-60%. للاسف نسبة النجاح في هذه السيدة هتبقى اقل من 15%. طب اسمح لنا نتكلم بشيء من التفصيل عن الجزئية دي بعد الفاصل. في الفاصل نرجع لحضرتك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
هيا ربنا والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. بنرجع لحضراتكم مرة أخرى وبصحبتنا دكتور أسامة شوقي أستاذ النساء والتوليد وعلاج العقم بجامعة القصر العيني بطب القصر العيني. دكتور برحب بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا. قبل الفاصل كنا بنتكلم على انسداد الأنابيب ومدى دور جراحة المناظير في علاجها. هي زي ما بقى تاني إن كانت الأنبوبة اللي هي مسدودة وممتلئة بسائل ومش عارف اتصرفه، فتاني ادي دراعي زي الانبوبه ودي جسمي زي الرحم، والانبوبه ليها طرفين، طرف على البطن وطرف داخل على الرحم. لو الطرف ده اتسد السائل ده مش هلاقي سكه تانيه غير انه يصب داخل الرحم. فبالتالي السيده دي لو حاولت تعمل محاوله اطفال انابيب عشان نزرع الجنين جوه الرحم، السائل ده بينزل يغسله يرميه بره تاني، فبالتالي نسبه النجاح بتقل جدا. فالتطبيق الجديد دلوقتي والمقبول والذي ينصح به جميع المعنيين في هذا المجال اللي هو علاج العقم، ان قبل ما تعمل محاوله زرع الاجنه لابد من اجراء منظار عشان نخلص من الانبوبه دي. انا قلت نخلص منها. نخلص منها ازاي؟ كان في راي انها تستأصل تمام، ولو ان ده قاسي على المراه انه لا هنشيلك الانبوبه بتاعتك، طب انا جاي عشان احمل تشيل الانبوبه بتاعتي، ما احنا لازم نوضح لها برضه دي انبوبه تالفه. والحقيقه بقول مثل ولو ان دمه تقيل شويه وقاسي، لكن لابد اقول عشان الست تقتنع، كان شخص جاله غرغرينه في رجله. ما هو يعني البتر ده عمليه قاسيه، لكن ده عشان انقذ الجزء الباقي. فنفس الكلام، ان الانبوبه اللي فيها تمدد وفيها سائل وتالفه لابد انها تتفصل عن الرحم، فيا اما تتشال تماما، يا اما حل ابسط ان ادي الانبوبه نخش بالمنظار وبآله معينه، دي هتكلم عليها بعد شويه، لان الاله دي السنه دي اول مره تنزل في مجال جراحه المناظير، وبتصنعها شركه دوليه في المانيا، وهي تحمل اسم الشخص اللي عملها هو انا يعني، فاخدت عليها براءه اختراع ودي نزلت السنه دي. ممكن الاله اللي انا ابتكرتها او اي اله اخرى ان احنا بنكوي الانبوبه من الطرف ده ونقصها ونفصلها عن الرحم، يبقى انت فصلتي مصدر السائل اللي كان بيصب جوه الرحم. ونعمل بعد كده زرع انابيب او زي ما عايزه بقى اي وسيله لمساعده الحمل، يبقى نسبه نجاحنا تبقى عاليه كده. زرع انابيب. زرع صار متاسف، زرع اجنه. زرع اجنه. زرع اجنه. ما وصلناش لزرع انابيب لسه خالص، لا متاسف. يعني هو ان احنا
عشان يحصل حمل جوه الرحم ويستقر لابد ان احنا نتخلص من الانابيب التالفه دي. والحقيقه في بعض الحالات يبقى عندها ناحيه واحده تالفه وناحيه واحده سليمه. وعايز اقول القصه دي عشان برضو تحيي الامل عند بعض الناس. اول ما بدانا ان احنا نطبق اسلوب ان احنا نفصل الانبوبه التالفه دي منذ عده سنوات يعني، كنت في مريضه جات لنا وكانت عملت محاوله اطفال انابيب وفشلت فنصحت انها تتخلص من الانبوبه. فابرينا ليها المنظار وفصلنا الانبوبه التالفه اللي كان عندها ناحيه ثانيه سليمه، وقلنا لها نستنى اربع اشهر وتيجي تعملي اطفال انابيب مره ثانيه. كانت المفاجاه انها جت حمل طبيعي، الكلام ده بنشر الحقيقه في مجله علميه في انجلترا انها حصل لها يعني حمل طبيعي من الناحيه الثانيه. طب ما كانتش بتحمل قبل كده ليه؟ ما الناحيه الثانيه السليمه كانت سليمه برضه. صحيح. لان الناحيه التالفه كانت بتبوظ عمل الناحيه السليمه. ما انا كنت لسه هقول ان في راي بيقول ان طالما في انبوبه هي سليمه كما لو كانت العدوى بتتنقل للانبوبه لان السائل المتراكم فيها ده بيفشل اي محاوله زرع الجنين، سواء الزرع ده طبيعي لوحده او عن طريق اطفال انابيب. فالقصه اللي انا بحكيها دي مجرد انها تخلصنا من الانبوبه التالفه اللي حملت من الناحيه الثانيه وما احتاجتش تعمل اطفال انابيب. احيانا ساعات برضو يعني طالما بنتكلم على منظار الرحم عشان نخش نص الانبوبه دي بمنظار البطن احيانا بيبقى صعب جدا، بتبقى في التصاقات شديده والوصول للانبوبه بيبقى صعب. فلو تخيلت الحجره دي هي الرحم وفي فتحه انبوبه هنا وفتحه انبوبه هنا بخش بالمنظار جوه الرحم، فتحة الأمور تبقى زي قد خرم الإبرة كده. بنخش منظار الرحم وبنوجه على الفتحة دي كورة كده معدنية متوصلة بجهاز كي وبنكوي فتحة الأنبوبة فبتتليف وبتتقفل خالص. يبقى بمنع إن السائل يخش جوه الرحم برضه. فممكن إن أنا أتخلص من الأنبوبة التالفة يا إما أخش عن طريق البطن أفصلها عن الرحم يا إما أخش من جوه الرحم وأقفل المدخل بتاعها على الرحم. طب اسمح لنا معانا تليفون بقاله كتير. ألو ايوه ازي حضرتك؟ اهلا بيك اتفضلي. اتفضلي اهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك اتفضلي اسالي سؤال. دكتور انا حبيت انا قبل كده ومعايا يعني اطفال ومعايا طفلين ربنا يكرمك. كنت بعد كده مرتين بعديهم اسقط اجي في الشهر الثاني شهرين ونص كده بسقط. ايوه. يقولوا لي ان الحمل مكون مره تعبير مش طبي، لكن المرتين اللي ولدت في الشهر التاسع عادي؟ اه لا طبيعي. طيب هو طبعا القصه بتاعتك قد يكون ليها عده اسباب. ما انا عملت اللي هي التحاليل اللي هي بتاعت الفيروسات قبل ما فيهاش. ما هو ده الحقيقه برضه يعني اشكرك انك قلت النقطه دي لان ده متهم مظلوم الحقيقه. دايما اي واحد اتسقط يقول عندي فيروسات وفيروس القطط وبتاع، هو ده سبب نادر جدا انه يحصل. فلكن مش عايزين نضخمه وكل واحده تسقط نقول لها انت عندك قطط روحي موتي القطط اللي عندك. لكن هو في اسباب ثانيه كثيره، وطالما بنتكلم على منظار الرحم من ضمن الاسباب ممكن يكون نتيجه الولادات السابقه او حدوث اجهاد سابق يكون حصل التصاقات جوه الرحم. الرحم ده عامل زي رغيف العيش البلدي الطازه، في كده تبويب جوه تقدر تحط ايدك جواه عشان ينزلها جوه البيبي. لما بيحصل التصاقات يبقى رغيف العيش ده بيتنفى في الثلاجه، حصل له ايه؟ لزق في بعض. ده من ضمن الاسباب اللي ممكن تسبب اجهاد. فعشان نشخص الموضوع ده بيكون بحاجه من اثنين، يا بتعملي اجراء اسمه اشعه بالثوره يا بنعمل منظار رحم. نخش جوه الرحم. منظار الرحم على فكره الحديث دلوقتي بيتم في العياده مش في العمليات، بجهاز قطره 2 مللي مفيش اي الم اطلاقا، من غير بنج، بدون بنج، بدون اي اجهزه مكلفه ولا معقده. نقدر نقول زي بالظبط الدكتور اللوز بيقول للطفل افتح بقك وبص على اللوز بتاعه. الموضوع بقى يعني لا خلاص يا دكتور هم بيقولوا لي مفيش نقص. ده بالنسبه للجنين. ما انا بقول لك انا لسه بكلم لو في التصاقات جوه الرحم بتقلل المساحه اللي تسمح باستمرار الحمل وبتقلل الغذاء اللي ممكن يكون يروح، لان بطانه الرحم دي زي الارض الخصبه، لو جزء منها حصل فيه تليف والتصاق يبقى الخصوبه قلت. يبقى لو اتزرع كيس حمل زي ما انت بتقولي ما بيخش الغذاء الكافي فالنبض ما بيستمرش. انا ما بقولش ان هي دي حالتك لكن ده احد الاحتمالات. فانت زي ما عملتي تحليل الفيروسات المفروض تعملي ايه؟ بعض الفحوصات تطمن على تجويف الرحم. وبعد كده ان شاء الله تحملي وتكملي وتسجلي دي بيبي تقلب على الاثنين يعني، ربنا يقويك ربنا يقويك. ميرسي لوجود حضرتك معانا. دكتور اسامه نرجع مره ثانيه لموضوعنا واحنا شغوفين ان احنا نعرف الاله دي ايه ودورها ايه بالتحديد، اتفضل. طيب هي الحقيقه جراحات المناظير بتستعمل الات واجهزه تختلف عن الجراحه التقليديه. وبدون تفاصيل قد تكون ممله للمستمع هقول مثل صغير بس. الفرق ما بين آلات الجراحة التقليدية وجراحة المناظير زي الفرق اللي ما بين بياكل بالشوكة والسكينة للجراحة التقليدية. واللي بياكل بال
العصيان الصيني اللي هي التشوبستيكس. دي مهاره ودي مهاره ثانيه، ده اسلوب لاسلوب ثاني. فبالتالي جراحه المناظير حقيقه ترعرعت وبدات في السبعينات والثمانينات وبقت منتشره في العالم كله في التسعينات والالفينات. فانا عايز اقول ان عمرها يعتبر تعتبر شابه صغيره الجراحه التقليديه من القرن الكام. فاذا الالات المطلوبه لجراحه المناظير تختلف عن الجراحه التقليديه، فده فتح مجال للي عايز يبتكر، اللي عايز يخترع، ان يدلي بافكاره وبتصميم معين الالات دي. انا ما بتكلم عن الناس يقول ان انا انسان خيالي، يعني عندي القدره على التخيل، والخيال ده مطلوب عشان التطور. صحيح. يعني بكرر كلمه قالها اينشتاين، قال الخيال اهم من المعرفه. فكلمه الحقيقه غريبه شويه. ليه الخيال اهم من المعرفه؟ قال انت محتاج المعرفه عشان تعرف ازاي تدور العربيه وتحرك الدركسيون وتسوقها، فدي المعرفه. لكن انت محتاج خيال عشان تخلي العربيه دي ليها جناحات وتقدر تطير في السماء. فده الفرق ما بين المعرفه وده. الاثنين مهمين بس الخيال مهم للتطوير. فقدرت وانا كنت بتشتغل في العمليه بتحسي الجراحيه، طب يا ريت لو الاله تتعمل البوز بتاعها متني شمال شويه يمين شويه، اطول الجزء ده اقصر الجزء ده، الحاجه تبرر الوسيله. فعملت تصميم الوسيله بدون قطع كلام بالظبط. عملت تصميم لعده الات جراحيه وبعته الحقيقه التصميم عشان ينفذ، عايزه شركات ومؤسسات ضخمه، بعته لهيئه تعتبر من اكبر مؤسسات في مجال جراحه صناعه المناظير. وهما كانش عندي يعني امال شديده ان هي المشروع يمشي، بس هم قبلوه وعملوا زي تعاقد ما بيني وبينهم ان يصنعوا هذا الاختراع. وكان الحق الوحيد اللي عشان ما حدش يفتكر ان هبقى يعني ثري جدا من وراء، كان الحق الوحيد لي ان يظل اسمي باسم الاله، فهي مسمينا شوقي فورسب سيزون، يعني اله شوقي، وموجوده في الكاتالوجات اللي نزلت السنه دي 2013. ويمكن حاجه اللي تسعدني ان كل ترابيزه عمليات في كل حته في العالم موجود اله عليها اسم واحد مصري من بلدنا مصري. وده بيبقى شرف لينا ان المصريين بيشرفوا وجودهم في اي مكان هم بيروحوا فيه. وعايز اقول لحضرتك حاجه برضه، يعني يمكن مستني فاكر انا بتكلم ان انا واحد من القليلين عملوا كده، في كم من المبدعين والمنتجين والمبتكرين المصريين في العالم بقابلهم بسافر وبشوفهم، وللاسف الاضواء مش مسلطه عليهم. صحيح. لكن في كم، عايز اقول لحضرتك حاجه، شوفي العامل الصغير او الصناعي اللي هو حتى مش متعلم اللي بيصلح حاجه في عربيه، المصري عنده القدره على الابتكار والتغلب على المصاعب مش موجود عند اي عقليه ثانيه. دي ما بتزيد عن حدها شويه بنسميها فهلوه، فممكن يبوظ الحاجه، لكن هو عنده القدره انه يحل المشكله اللي بايظه. يعني بقول لحضرتك انا كنت في موقف، كنت بدي دوره في زياده في احد الدول في اوروبا، وكان واحنا بنشتغل في العمليات كلها تكنولوجي، الجهاز عاطل فيه حاجه. يعني الحقيقه كان منتهى سعادتي ان الفني اللي ندعوه يصلح مصري، كان شاب مصري ومعاه دبلوم سراي، يعني هو لا طبيبه، هو اللي قدر يحل مشكله السيجنال ما بين المونيتور والكاميرا والكلام ده كله. فدي حاجه تخلي كل واحد يسمعني يبقى فخور بالجينات المصريه. صحيح. اللي فيه. صحيح. احنا معانا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. ممكن نسال الدكتور سؤال؟ مع حضرتك. انا يا دكتور معايا ولدين، يعني طفلين. ربنا يخليهم. وبعدين حلمت والحمد لله يعني شهرين ونص كده وقدرت. وبعدين بقالي سنه يعني دلوقتي من ساعه ما الحمل اللي هو ده نزل بقالي سنه دلوقتي ما حصلش حمل ثاني. طب لما الحمل نزل، نزل لوحده انت في البيت ولا رحتي مستشفى عملتي عمليه انهيار؟ لا، هو نزل لوحده في البيت وبعد كده رحت للدكتور، بس ما عملتش تبريد. يعني انا دمي بتشم وكده. كويس. وعملت كل حاجه. والدوره الشهريه منتظمه عند حضرتك؟ منتظمه كل 28 يوم. طيب في الموقف ده مطلوب من حضرتك حاجتين. نمرة واحد، نطمئن على الزوج، لان قد يكون حتى لو الزوج قال انا كنت كويس زمان وجبت طفلين قبل كده ممكن يحصل تغير ياثر على كفاءة التحليل، فالزوج لازم يعمل تحليل. لو طلع الزوج كويس هنبتدي نركز تحليل مع حضرتك والفحوصات، نطمن ان الاجهاض اللي حصل ده ما سببش ضرر عندك، لان القصه كده كانت تثير بعض الشكوك ان ممكن الاجهاض ده يكون ما كانش انتهى تماما، في بواقي منه جوه الرحم ممكن تعمل التهاب تاثر على كفاءه الانابيب. فيبقى مطلوب لحضرتك تعملي برضو اشعه في السمع عشان تطمن الانابيب سليمه ولا لا. وربنا يعطيك البيبي التالت ان شاء الله. انا شايف ما شاء الله يوم كل الاسر المصريه بتجيب ثلاث اطفال دلوقتي، يعني حاجه رائعه ربنا يزيدك. في لوجود حضرتك معانا، شكرا. دكتور، يعني احنا عمالين نتكلم على جراحه المناظير والسيدات فقط، هل الرجال ما لهمش نصيب في جزئيه جراحه المناظير؟ بخصوص ان انا تخصصي اعمار الاستقبال، فمجال تخلف جراحه المناظير ده وصل الى جراحات القلب كمان.
يعني جراحات القلب، جراحات المسالك. ده عايز اروح برضه معلومه طريفه في غير تخصصي في الجهاز الهضمي. احنا الرحم عندنا هو كله حاجه قد البرتقاله، فالشغل جواه محدود، لكن الجهاز الهضمي بيبدا من الفم وبينتهي بالمستقيم للخارج. فيعني المساحه دي كلها هيتفرج عليها ازاي؟ ففي منظار من فوق ومنظار من تحت. وبعد كده عملوا حاجه بقى جميله جدا، في ابتكار اسمه الكبسوله، زي كبسوله الانتي بيوتيك بالظبط. الكبسوله دي فيها قمه التكنولوجي، فيها حضرتك كاميرا ولايت سورس ومصدر ضوء، وفيها تشيب بتاع الكمبيوتر زي في حته الكبسوله. فهم يقولوا عندنا مش تخصصي بس انا انبهرت بيها لما شفتها في احد اللقاءات العلميه بره مصر. المريض يبلع الكبسوله دي وتعالى بقى بكره ناخدها منك تاني، وبيخش التواليت طبعا تاني يوم بتخرج الكبسوله، بياخدوها بقى طبعا. الكبسوله دي فيها زي يو اس بي بالظبط، تتحط في الكمبيوتر وهي ماشيه من البق لحد ما خرجت لبره، بتصور كل الجهاز الهضمي، صور كل حاجه بقى. وبعدين الكاميرا اللي فيها كمان بتلف جوه، مايكرو كاميرا طبعا، عشان حدش يفكر انه بيطلع كاميرا فيديو قد كده، دي حاجه كلها قد راس الدبوس يعني. بس تخيل التكنولوجيا قد ايه تصل. انا عايز احفز اللي بيسمعني نفكر، لازم كلنا نفكر. صحيح. واللي يفكر هو اللي هيبتكر. هي رسالة التفكير دي احنا عايزين نبعتها الحقيقة لمنظومة التعليم، لان كل الوسائل التعليمية او اسلوب التعليم في المدارس قائم على مجرد التلقين والحفظ. احنا محتاجين ان اطفالنا يفكروا، محتاجين ان اطفالنا يبدعوا، لان احنا في المستقبل محتاجين نقول زي دكتور اسامة، زي دكتور رباز، زي دكتور يعني. احنا عندنا الحقيقة اسماء كتيرة قوي ذهني مسعفني ان انا اذكرها. وعايز اقول كمان حضرتك بس انت بتقولي بلاش التلقين ونعلم المفكرات والحاجات، بس سيبوهم في حالهم يفكروا بس. الولاد بتوعنا مبدعين والله. انا ما بقول مجامله، انا ظروف حياتي اتاحت لي ان انا ادرب اطباء في حتت كتيره من العالم، وبلاد طبعا يعني ادبيه ما اقدرش اقول اسمها، لان بشوف مستوى البلاد دي بتصدر لنا تكنولوجيا، مستوى ذكاء المتلقين مني يعني لا يقارن بالشباب بتوعنا. بقعد اقول له يزيد في الحاجه 60 مره واشرح لهم ده انا بعمله، واقعد امثل بايديا ازاي ده على ما يتلقوا يفهموا. في مصر هنا اجي افهمه الحاجه يجي هو يكمل لي عليها يقول لي طب ايه رايك بقى لو عملنا كذا؟ يعني انا فخور بلا. والكلام ده بيتكلم على محافظات مصر، ما بيتكلمش على القاهره، لما بروح محافظات مصر شباب يفرح. صحيح. شباب يفرح الحقيقه، وعندهم ملكات ابتكار وابداع. فمش حكايه بس تقول لمعلمهم يفكروا، سيبوهم يطلقوا اللي جواهم. هي في دراسه اثبتت ان الطفل المصري من اذكى الاطفال قبل المرحله التعليميه. للأسف. للاسف للاسف دكتور للاسف برضو احنا خلاص وقتنا يعني خلاص هينتهي. انا عايزه بس اقول لحضرتك ليه يعني احنا عندنا كل حته في مصر جميله، وكل حته ليها طابع مميز فيها كم كبير جدا من الاثار. يعني عايزين ان شاء الله المؤتمر الجاي مش في شرم الشيخ فقط ولكن في الاقصر واسوان. اشكرك انت كده يعني، اشكرك انك عملتي لي تنويه ودعايه للمؤتمر القادم. احنا مؤتمرنا دايما هيكون في نوفمبر، لان ده الشهر اللي الخويجات بيحبوا يجوا فيه مصر. صحيح. فاحنا اول مره بنعمله كان في شرم الشيخ، وحتى حاطين الاعلان الكبير بتاعه، حاطين صوره البحر الاحمر وشكل الاسماك، ونقول تعالى اغطس جوه عالم علم المناظير. فكميه اللي جايين عشان يغطسوا ويتفسحوا كتير جدا ويتعلموا برضه، ده موجود. المؤتمر القادم هنعلن عنه ان شاء الله، وهيكون مش بس في الاقصر. انا يعني عندي يعني ما احب ابتكر حاجات جديده، فمش هيكون مؤتمر في غرف مغلقه في فندق كالمعتاد، هنعمله في باخره في كروز هتتحرك من الاقصر لحد اسوان. النايل كروز بتاخد حوالي 4 ايام، في وقت ما هي الكروز ماشيه في النيل مفيش اكتيفيتي بتتعمل، وبعدين بتركن وينزلوا الناس يتفسحوا في المعابد. فوقت ما المركب ماشي هنعمل الجلسات العلميه، وبعد كده يقف ينزلوا يتفرجوا على حضاره مصر، نتباهى قدام الاجانب بالتراث والحضاره بتاعتنا، ونتباهى قدام نفسنا يعني في كتير من شعبنا مش عارف قد ايه احنا كنا عظماء. وبقول اللي ملوش جذور مش هيطلع فروع، والجذور دي كل ما تغذيها هتطلع فروع اكتر. فنغذي عقول ولادنا وزمايلنا. الثقه بالنفس مهمه جدا، احنا بدانا نفقدها. لازم كل واحد يعرف ان جواه جينات للمعلمه البشريه. انا بقول كده مجامله ليك وده حقيقي، فنقرا تاريخنا ونشوفه بعينينا. فانا باخد 300 400 دكتور من محافظات مصر، من دمياط ومن طنطا ومن محله، ونشوفوا الكلام ده، وبعدين نسمعوا الاجانب هم منبهرين بينا، وبعدين نعمل شويه حديث علمي. في رايي ده هيكون يعني شكل جديد للمؤتمرات، وتساعدونا بالدعم بتاعكم ان شاء الله. باذن الله باذن الله. دكتور اسامه انا سعيده بوجودي مع حضرتك النهارده، وان شاء الله يبقى لينا لقاءات كتيره. شكرا. باذن الله. شكرا لوجودك. شكرا، وتمنياتي بالصحه والسعاده لكل اللي بيسمعونا يا رب. شكرا.
مع حضراتكم الفقرة القادمة إن شاء الله، هي فقرة مسجلة مع زميلة نهلة حجازي، وهتستضيف دكتور عاطف دنيا أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بجامعة الأزهر، وهيتكلموا على مراحل النمو وتطور المختلفة للأطفال. بشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي.